السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد لنبات جميل جدا من نباتات الزينة، وهو الجيرانيوم أو الخبيصة الأفرنجي أو الجارونيا. ليه مسميات كتير وليه أشكال كتير غير الأشكال اللي انتوا شايفينها، ليه أشكال متعددة خالص. الموطن الأصلي بتاعه جنوب أفريقيا أو حوض البحر المتوسط. من النباتات سهلة العناية في البيت بأبسط طريقة، وليه أشكال كتير جدا، منتشر جدا في الوطن العربي. دلوقتي هنتابع مع بعض ازاي نعمل طريقة الإكسار بتاعه، ودي هي أنا عقلة أنا عاملها وجدرت وطلعت مجموعة خضري، ودي جزء تاني نجح في الإكسار بتاعه من غير أي هرمون تجزير. وهو ده الغرض من الزراعة، ان انا بنعلمك حاجة سهلة. خليكم معايا عشان نشوف طريقة العناية بيه وطريقة التكاثر بتاعته. اول حاجة من طرق العناية بالنبات وهي الري. الري النبات حساس جدا للري الزيادة، وحساس جدا لنقص المية، فعشان كده اروي لما التربة مثلا تنشف، لان النبات حساس جدا للنقط اللي انا ذكرتها لكم دي. الاوراق ممكن تلاقيها بتصفر بسبب الري، السيقان ذات نفسها بتلاقيها بتعفن بسبب كتر الري، عشان كده النبات ما بيحبش الري كتير. النبات سهل العنايه بيه جدا في البيوت، تروي بس عند جفاف التربه. معاك بقى والتسميد، ان انت تسمد مرتين في الشهر بسماد NPK، مرتين في الشهر يعني كل 15 يوم مرة، مش أبسط من كده. النبات ما تحاولش ان انت تحطه في مكان ظليل خالص او مكان مشمس إضاءة شديدة، بيحب الإضاءة بيحب الشمس، لكن بيحب الشمس الغير مباشرة او اللي تكون درجة حرارتها كويسة، ما تكونش درجة حرارة زيادة. النبات من سهل العناية بيه جدا في البيوت، تقدر ان انت تتعامل معاه. انا عامل اكسار للنباتات اللي عندي اهي كلها بدون هرمون تجزير اهو، تمام. وادي نبات تاني انا عملت له هرمون عملت له اكسار بالعقله، هنشوفها مع بعض دلوقتي. تعالوا بقى نشوف طريقه التكاثر بتاعته عشان تقدر انت تعملها في البيت من غير ما حد يقول لك وانا هعلمها لك. نيجي بقى لطريقة التكاثر، مفيش أبسط منها. بنيجي على النبات الأم بالمنظر ده كده، بناخد يعني شفته بالمنظر ده كده، وناخد عقلة بسيطة كده أهي، بنشيل منها الأوراق بنسيب مثلا ورقة صغيرة ولا حاجة، وده بيبقى منظر العقلة. من تحت نيجي نقطعها بشكل مستوي بالمنظر ده كده، ودي تبقى معانا العقلة. طبعا بعد ما اخدنا العقلة بالمنظر ده، ناقص ان احنا نعملها في القصيص لوحدها، لان احنا بنتعامل مع طفل صغير. انا دلوقتي معايا مشار خشب، ومعايا تربة عادية خالص، ومعايا بيتموس طبعا استخداماته كتير، طبعا هنتكلم عليها في حلقة منفصلة. انا كونت الثلاثة على بعض، طبعا مش مقياس، انت ممكن تعمل بيتموس بس، ممكن تعمل تربة عادية بس، مش مشكلة انا عاملهم كده. هتجيب، انا خلطتهم ببعض وعملتهم في قصيص منفصل، وهتجيب العقلة وتزرعها كده. ممكن ان انت تحطها في هرمون تجزير من اللي احنا قلت لك عليهم، القرفة بعسل، ممكن الاسبرين بس على نطاق بسيط، يعني ما تستخدمهاش نفس ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. معاك برضو الخل التفاح، كل هرمونات التجزير المنزليه معاك. افضل حاجه الموجوده في البيت القرفه بعسل، ممكن تستخدمها، ممكن من غير هرمون تجزير خالص. هتحط العقله بالمنظر ده تمام، وتديها ريه، كل ما التربه تنشف تروي عشان العقله ما تموتش منها، يعني بالمنظر ده. كل لما التربة تنشف منك تروي، ده الموضوع ببسيط خالص تمام. طبعا بعد حوالي 15 يوم شهر شهرين، الكلام ده انت بتعمله في شهر 2 او ممكن تعمله في الربيع. الكلام ده ممكن ياخد معاك العقلة، ممكن تاخد معاك شهر شهرين على حسب اهتمامك بالنبات. ما تحطهاش في مكان مشمس قوي في الاول، لان انت بتتعامل مع طفل صغير. ده طبعا النبات عندي بعد ما نجحت عملية العقلة اهو بالمنظر ده. الموضوع بسيط خالص، نبات جميل جدا. الازهار بتاعته طبعا زي ما انتم شايفين جميل، يعني ما فيش ابسط من كده. تقدر ان انت تتعامل بيه في البيت،
تقدر ان انت في البلكونه او في الارض المكشوفه. النبات من النباتات اللي بتستخدم في التنسيقات، جميله جدا، اشكاله كتيره جدا جدا والوان جميله. دي طبعا كانت حلقه بسيطه، هشوفكم على خير في حلقه تانية. السلام عليكم.